السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ النهاردة إن شاء الله نتكلم عن التوبيك التاني في شابتر 12 إن شاء الله، سوري شابتر 13 اللي هو الإكسترنال بي جي بي. هنتكلم النهاردة عن إكسترنال بي جي بي إزاي بيشتغل مع الريموت أوتونومس سيستم والديفرنت أوتونومس سيستم. مش هنتكلم على القصة اللي اتكلمنا فيها الشابتر اللي فات اللي هو كنا بنتكلم عن نورمال بي جي بي، بي جي بي اوبريشن، بنتعرف على البي جي بي ايه هو البي جي بي، لكن النهارده بقى ان شاء الله نبدا نشوف الكونفيجريشن بتاعته وازاي بيشتغل. وان احنا عرفنا من الشابتر اللي فات ان البي جي بي ده بيشتغل بيعرف اوتونومس سيستم كامل، يعني شبكه كامله بكل راوتراتها بشبكاتها بكل حاجه، يعملها ادفرتايز لاوتونومس سيستم تاني. هنشوف الكلام ده النهارده ان شاء الله، ازاي نعمل له كونفيجر وازاي اصلا بيقوم في النتورك بتاعتي. تمام، تعال نشوف الجايد لاينز بتاعتنا النهارده هتمشي ازاي. اول حاجه هنتكلم في فورمينج نيبرز. ايه هي الفورمينج نيبرز؟ ازاي البي جي بي بيعمل نيبر مع الراوتر اللي قدامه. انا ممكن امثل الشركه بتاعتي كلها براوتر بيشتغل بي جي بي، يا اما بيكلم اي اس بي قدامه يا اما بيكلم شركه ثانيه قدامه بي جي بي، سواء كان فرع ثاني او انتربرايز ثانيه. هنشوف ازاي بيعمل النيبر بتاعته، مع ان خدنا عنها بريف المره اللي فاتت ان النيبرز في البي جي بي بتقوم على تي سي بي سيشن. تمام، هنشوف بعدها هاو تو ليرن راوتس اند هاو تو اكستشينج راوتس. ازاي بيتعلم الراوتس من اللي قدامه ويحطها عنده في الراوتنج تيبل، وبعد كده يحطها في بي جي سوري يحطها في البي جي بي تيبل، وبعدها يحطها في راوتنج تيبل. وبعد كده هاو تو اكستشينج راوت، ازاي بيبعت الراوتس ديت للنيبر بتاعه. بعد كده هنشوف اي بي جي بي اللي هو الاكسترنال بي جي بي كونفيجريشن، ازاي بعمل كونفيجريشن للبي جي بي ده، وهاو تو فورم النيبرز بتاعتي، وايه هي الكوماندات اللازمه للقصه ديت. التوبيك اللي بعده اللي هو بي جي بي نيبر ستيتس، ايه هي الستيتس اللي بيمر بيها النيبر، زي الاس بي اف لما كان بيعدي على 7 مراحل كده، هنشوف برده البي جي بي بيعدي على 6 مراحل او 5 مراحل. بعدها بعد ما نقوم النيبر ونشوف النيبرز ستيتس بتاعتي، هنشوف فيريفاينج بي جي بي نيبرز، ازاي اتاكد ان النيبر بتاعتي اصبحت اب وان انا شايف اللي قدامي، وايه هي الستيت اللي بتشير ان النيبر بتاعتي اصبحت اب. وبعد كده هنشوف ايه هي البي جي بي مسج سامري، ايه هي المسجز اللي بيبعتها البي جي بي، زي مثلا لما كنا في اي جي بي بنقول ايه ان انا عندي اكنولج وكويري وهيلو ابديت والقصه ديت، هنشوف البي جي بي مسج بتاعته برضو عامله ازاي. تمام، تعالى اول حاجه في الفورمنج نيبرز. فورمنج نيبرز الريكويرمنتس فور فورمنج نيبرز، اول حاجه اتفقنا ان احنا بنقوم النيبر بتاعتنا على تي سي بي سيشن، بمعنى ادي راوتر بتاعي هيقوم بي جي بي مع ده، طبعا بغض النظر ايه كان الفيزيكال كونكتيفيتي ما بينهم، سواء كان فريمي لي في بي ان ام بي ال اس او وات ايفر، المهم ان هما الاثنين هيكلموا بعض، هيبداوا يبعتوا مع بعض ما بين بعض اول حاجه تي سي بي سيشن. في حاله ان التي سي بي سيشن اصبحت اب، نبدا بعد كده نبعت البي جي بي مسج بتاعتنا ونشوف هل هيبقى معايا نيبر او لا. تمام، فبقول لك اول حاجه عشان البي جي بي بتاعي يقوم، اول حاجه ان اللوكال نمبر اوتونومس سيستم لازم يبقى في الريموت راوتر في الكوماند نيبر. يعني ان انا لما اجي الراوتر ده انا واخد اوتونوم سيستم وليكن 600، الشركه بتاعتي واخده 600، فاول حاجه انا بعمل كونفيجريشن هقول له راوتر بي جي بي على الراوتر بتاع الراوتر ده، اقول له ايه بي جي بي راوتر بي جي بي 600. لما اجي اقول له بقى كوماند النيبر بتاعي هحط له الاوتونوم سيستم بتاع النيبر بتاعي زي ما هنشوف كمان شويه في الكونفيجريشن بتاعتنا. تاني حاجه ان بي جي بي راوتر اي دي ماست نوت بي ذا سيم، ان انا ما ينفعش الراوتر اي دي بتاعي يبقى هو نفس الراوتر اي دي بتاع الراجل ده. هتقول لي طب ايه هو الراوتر اي دي بتاع البي جي بي؟ نفس قصه الراوتر اي دي بتاعت الراوتنج بروتوكولز بتاعته كلها، ان هو اول حاجه بيروح يبص على هايست لوك باك انترفيس، سوري اول حاجه بيروح يبص على ايه؟ ان انا اعطي له كوماند اساسا بي جي بي راوتر اي دي، ما لقاش بكوماند بي جي بي راوتر اي دي بيروح يلاقي هايست لوك باك انترفيس، ما لقاش هايست لوك باك انترفيس بيروح يبص على هايست فيزيكال اي بي فيرجن 4 انترفيس. تمام، طيب بعد كده قال لك لو انا عندي كونفيجر للاوثنتيكيشن لازم الام دي 5 هاش كود لازم يكون متشابهين. بعد كده قال لك راوتر ماست بارت اوف تي سي بي كونكشن، لازم الاثنين يكونوا ايه في تي سي بي كونكشن، وهنشوف برده التي سي بي كونكشن دي قامت ازاي. تمام، تعال نشوف بقى قصه الكونفيجريشن بتاعتنا، وبعد كده نشوف قصه الابديت سورس. تعالى ننزل ده كده ونشوف الجي ان اس 3 بتاعنا. ده اللاب بتاعنا يا جماعه، عندي راوتر 1 هو اوتونومس سيستم 1، راوتر 2 هو اوتونومس سيستم 2، راوتر 5 هو اوتونومس 5، كل راوتر يعتبر اوتونومس سيستم، بمثل الشركه كلها براوتر واحد. طب عايزين نعمل الكونفيجريشن ديت هنعملها ازاي؟ قال لك عند كل راوتر بروح اعمل كوماند راوتر بي جي بي واعمل ايه؟ بتقول الريموت نيبر كذا ريموت اي اس. تمام؟ طيب تعال نشوف الكوماند بتاعنا في سيكيور سي ار تي كده.
هنمشي بالكوماند بتاعتها مع بعض. لاحظ ان في نيبرز بتاعتي مش هتقوم الا لما ياخد الكوماند بتاعتي كلها ورا بعض، تمام؟ فعايزين نعمل كوماند للبي جي بي. اول حاجه اقول له راوتر سوري كونفيجر ترمينال، وبعد كده اقول له راوتر بي جي بي كام بقى رقم الاوتونومس سيستم بتاعي. كده اصبحت ايه؟ شغلت راوتر بي جي بي على الراجل ده. طب انا عايز اعمل نيبر، هعمل نيبر مع الراوتر اللي قدامي، تمام؟ طيب انا عرفنا اول كوماند ان انا بشغل راوتر بي جي بي، صح؟ عشان اشغل البي جي بي بتاعي لازم اقول له راوتر بي جي بي. تعال نرجع للسلايد بتاعتنا نجيب الكونفجريشن بتاعتنا، ناخدها واحده واحده. اول حاجه بقول له ايه؟ راوتر بي جي بي، واشتغل معايا عادي جدا. يبقى كان الراوتر بتاعي اهوت كده، بقول له راوتر بي جي بي واللوكال اوتونومس سيستم بتاعي، تمام؟ هنا كان 10.0.0.1 وهنا 10.0.0.2، تمام؟ طب انا عايز اشتغل اعمل نيبر معاه، هو قايل له كوماند بتاعي اسمه ايه؟ نيبر، كوماند اسمه نيبر، تمام؟ احط فيه ايه؟ النيبر اي بي اللي قدامي، يقول له نيبر 10.0.0.2 مصدره ريموت اي اس رقم الاوتونومس سيستم اللي هعمل مع نيبر. يبقى في المثال بتاعي اقول له الراوتر ده ايه ده؟ هقول له نيبر 10 نيبر 10.0.0.2 ريموت اي اس 2، تمام؟ يبقى انا كده عملت ايه؟ نيبر مع الراجل اللي قدامي. كده اول ما اقول له القصه ديت يبدا يعمل ايه؟ يبدا يوصل لمرحله اللي هي استابليشنج تي سي بي سيشن، تمام؟ طب التي سي بي سيشن اللي هتقوم ما بينهم دول هيبقى السورس بتاعها مين؟ يعني ازاي التي سي بي سيشن مش لازم يكون ليها سورس اي بي وديستنيشن اي بي وسورس بورت وديستنيشن بورت، صح؟ وده يسمى لما يبقى عندي حاجه اسمها سورس اي بي والاي بي والبورت بتاعي يسمى السوكت، تمام؟ فالسوكت بتاعي هيبقى السورس بتاعه مين في راوتر واحد اللي هو على الشمال ده، هيبقى عامل ايه؟ مين السورس اي بي مين السورس بورت؟ هيبقى السورس اي بي هنا عندي المخرج اللي هيبعت الابديت او اللي هيعمل النيبر هيبقى مين؟ 10.0.0.1، تمام؟ طب السورس بورت اكبر من 1024 لان لازم اخرج ببورت اعلى من قدامي، تمام؟ طيب اعلى من 1024 لان من 1 لحد 1024 محجوز. طب الديستنيشن، الديستنيشن بورت، الديستنيشن اي بي ادرس في الاول هيبقى 10.0.0.2. طب الديستنيشن بورت هيبقى 179 اللي هو البورت بتاع ايه؟ بتاع البي جي بي ترافيك بتاعي، تمام؟ يبقى عرفنا قصه السورس اي بي. بالنسبه لعمليه السورس اي بي ديت هتعمل لي مشكله. ايه هو نوع المشكله؟ تخيل معايا كده دلوقتي ان الراوتر ده كده، تمام، عامل نيبر مع ده كده، تمام، وعنده نيبر ثانيه كده، تمام، وانا عامل نيبر مع الراجل دوت بايه؟ بمالتي هوب، تمام كده؟ ان انا عندي عملت له نيبر 10.0.0.2 وقلت له نيبر تحت مثلا، كانت اللينكه تحت نيبر 20.0.0.2، تمام؟ فانا عايز اللينكه بتاعتي ديت لو واحده، لو انا النيبر بتاعتي دي وقعت تتحول الثانيه اوتوماتيك من غير ما يعمل فلابنج. وخد بالك ان افرض التي سي بي سيشن بتاعتي وقعت، النيبر بتاعتي البي جي بي ما بتقعش الا لما التي سي بي سيشن تقع، فبالتالي افرض التي سي بي سيشن بتاعتي بتعمل فلابنج، تمام؟ فهو هيقعد يتحول من الراوت اللي فوق ده للراوت اللي تحت، الراوت اللي فوق للراوت اللي تحت لحد ما التي سي بي سيشن تثبت. طب انا عايز اتفادى قصه عمليه الفلابنج بتاعت التي سي بي سيشن ديت، وان مش كل ما اي بي مثلا يبقى داون يعمل لي فلابنج في النيبر بتاعتي، وبالتالي تصبح مشكله في عمليه الريدندنسي ان انا قاعد اتحول لراوتس بدون ما يبقى والنيبر بتاعي ثابت. يعني تلاحظ كده معايا ان النيبر ثابت لكن ما زالت اللينك بتاعتي بتتغير، فبالتالي دي عمليه فلابنج وبتبديل البي جي بي سيشن بتاعتي. ممكن انا افضل اصبح داون لحد ما بسبب ان التي سي بي سيشن قاعده تقوم وتقعد، يعني تبقى اب وداون في ايه؟ في لينكه واحده، تمام؟ طب اضافه القصه دي قال لك ايه؟ قال لك ان انا هعمل النيبر بتاعتي مع ايه؟ مع ستاتيك اي بي. يعني ايه ستاتيك اي بي؟ يعني انا اي بي ثابت مستحيل يعمل فلابنج. يعني ايه برضه؟ نفس يعني اللينك بتاعتي هسيبها عادي مش هعمل فلابنج، يعني الفلابنج اللي ممكن يعمله الانترفيس. فقال لك انا هتفادى القصه دي ازاي؟ قال لك انا هخش على الراوتر ده اعمل لوب باك انترفيس، تمام؟ وادخل على الراوتر دوت اعمل لوب باك انترفيس، تمام؟ واعمل النيبر بتاعتي باللوب باك انترفيس. يعني انا بقى انسى كوماند النيبر الاولاني اللي كنت بعمله ان انا اقول له ايه نيبر 10.0.2، لا انا مثلا ده راوتر 2 هعمل له نيبر إيه؟ هعمل له لوب باك انترفيس 4 اتنينات، تمام؟ 4 اتنينات، واعمل دوت 4 وحايد، ده اللوب باك انترفيس، تمام؟ واعمل ايه؟ قال لك في راوتر واحد ده لما اجي اعمل نيبر مع راوتر 2 هقول له نيبر 4 اتنينات. يعني اعمل نيبر مع مين؟ مع اللوب باك انترفيس اللي هناك، تمام؟ واقول له ريموت اس 2، واجي على الراوتر 2 اقول له ايه؟ نيبر 4 وحايد اللي هو باللوب باك انترفيس بس ايه؟ وريموت اس 1.
بس هتواجهني هنا مشكله ان هل اربع اتنينات ده ريتشابل بالنسبه لي؟ يعني هل انت شايف ان الاي بي اللي هو اللوب باك انترفيس ده هل هو ريتشابل؟ انا في راوتر، الراوتر واحد نرسم الرسمه دي، ده راوتر واحد، راوتر واحد ده يعرف راوتر اتنين من خلال لينك 10.0.0.1 و 10.0.0.2 تمام؟ فعشان كده النيبر كانت بتقوم ان هو يعرف ان الراجل اللي قدامه 10.0.0.2 كان ريتشابل بالنسبه له هو دايركت كونكتد بيه. طب في الحاله ديت لما اجي اعمل النيبر باللوب باك انترفيس هل هو هيبقى ريتشابل بالنسبه له؟ لا، راوتر واحد ما يعرفش اللوب باك انترفيس اللي هو اربع اتنينات، ما يعرفش عنه حاجه في الراوتنج تيوي عشان يقوم معاه تي سي بي سيشن اساسا او يقدر يوصل له. فبالتالي لازم اللوب باك انترفيس ده يبقى ادفرتايزد او ريتشابل بالنسبه لراوتر واحد باي اي جي بي، يا اما انا عامل له ريديستريبيوت بروتوكول مثلا جاي لي عن طريق اي اي ار بي او اس بي اف، لكن الريكومندد بتاعي ان انا اعمله بستاتيك راوت. يعني ايه؟ هدخل على راوتر واحد اقول له ايه؟ ادخل في راوتر واحد اقول له ستاتيك راوت اي بي راوت اربع اتنينات تخرج لها من الانترفيس ده، تمام؟ ونفس القصه بالعكس، راوتر اتنين لما يجي يعمل استابليش سيشن مع اربع وحايد بكوماند النيبر مش هيقدر يوصل له لان ما يعرفش اربع وحايد عنده في الراوتنج تيبل. فبالتالي لازم ايه؟ لازم يكون عنده معلومه في الراوتنج تيبل بتقول له اربع وحايد مساره ايه؟ فعرفها له بستاتيك راوت عشان النيبر بتاعتي تقوم، تمام؟ طيب وبعد كده ابدا اعمل ده، كده كان الايشو وذا ايه؟ عملنا ده، اتكلمنا في السورس اي بي سيشن، وبعد كده اتكلمنا في الايشو وذا ريدندنسي اللي هو عمليه السورس اللي بمين؟ سوري، عمليه النيبر بتاعتي باللوب باك انترفيس، تمام؟ طب ايه هي قصه الابديت سورس؟ ان انا وانا بعمل الابديت بتاعي، فاكرين لما كنت قلت لك السورس اوف تي سي بي سيشن كان هيعمل السورس بتاع مين؟ سوري اللي هو 10.0.0.1 صح؟ لا، انا عايز السورس الابديت بتاعي مين؟ يكون اللوب باك صح؟ فاقول له اللي هو الاربع وحايد، مش انا عايز الابديت بتاعي يبقى السورس بتاعه ده عشان لما يوصل لي يوصل لي عن طريق اللوب باك وما يبقاش الفلابنج بيأثر بالنسبه لي في عمليه النيبر. فبالتالي هقول له ايه؟ ارجع اكرر كوماند نيبر تاني، اقول له نيبر اربع اتنينات هنا كده، اربع اتنينات تمام كده، اللي هو اللوب باك قدامي ابديت سورس لوب باك رقم الانترفيس اللي انا عامله، لكن كنت عامل لوب باك واحد عشان ياخد عنوان اربع وحايد في قصه ايه؟ ان هو الابديت سورس بتاعي، تمام؟ يعني فيها صعوبه الكلام ده، اعتقد القصه سهله جدا عشان ايه؟ نبقى ملمين بالموضوع، تمام؟ إيه طيب هعمل كده سكارت، نعمل تاني عشان بس نمسح الكلام ده. طيب ايه قصه اخر كوماند اللي هو قدامي دوت اللي هو اي بي جي بي مالتي هوب، تمام؟ إيه افرض اهو، تعالى كده معايا، عارفين لما نعمل بقى السيناريو بتاعنا اللي احنا عملناه ده كله ونعمل الكونفيجريشن بتاعتنا، ان انا راح اقول له ادخل على الراوتر ده اقول له ايه؟ راوتر بي جي بي واحد، وبعد كده اقول له ايه؟ نيبر اربع اتنينات اللي هو كان اي بي اللوب باك هنا، ريموت اي اس 2 اللي هو كان راوتر 2، وبعد كده اقول له ايه؟ نيبر ابديت سورس لوب باك واحد، اقول له نيبر اربع اتنينات ابديت سورس لوب باك واحد. عارفين مع ذلك برضه وانا عملت كمان اي بي راوت، يعني الراجل الاربع اتنينات ده اللي هو الراوتر اي دي بتاع راوتر 2 انا عملت مع النيبر اصبح ريتشابل بالنسبه لي، مع ذلك برضه مش هقدر اوصل له. ليه؟ النيبر بتاعتي مش هتقوم. بص كده معايا، راوتر واحد لما عمل نيبر مع مين؟ لما يجي يعمل نيبر مع راوتر 2 ويبعت له ابديت هيعمل ايه؟ هيقوم عامل الابديت بتاعه، هذا الابديت مثلا وليكن ده كان الابديت كده، ده الابديت بتاعه تمام، وقام عامل له الهيدر بتاعه. السورس بتاعه مين؟ اتفقنا ان احنا نقول له السورس بتاعي لوب باك واحد صح؟ مفيش مشكله خلاص، ويبدا يبعت الابديت ده. الديستنيشن راح مين؟ الديستنيشن اربع اتنينات صح؟ ما انا عامل النيبر بتاعتي اربع اتنينات، بس اربع اتنينات ده لما الراوتر واحد يجي يبص في الراوتنج تيبل بتاعه هيلاقي انه عشان يوصل لاربع اتنينات لازم يخرج له عن طريق 10.0.0.2 او الاوت جوينج انترفيس ده، ما علينا. فهيقوم مخرج الترافيك من هنا، بس خد بالك ان هو هيعمل حاجه اسمها التايم تو ليف بتاعته واحد صح؟ لان هو نيبر واحد قدامي مفيش مشكله معايا كده؟ خلاص، يبقى الترافيك بتاعي نزل في اللاين دهيت والتايم تو ليف بتاعته واحد، وصل ايه؟ للراوتر اللي قدامه، تمام كده؟ وصلت راوتر 2 الباكت اللي هي بتاعت الابديت ديت واللي هي بتاعت التي سي بي بتاعتي، السورس بتاعها اربع وحايد والديستنيشن مين؟ اربع اتنينات، تمام؟ اللي هو الراوتر اي دي بتاع راوتر 2. في الحاله دي راوتر 2 هيعمل ايه؟ هيستلم الباكت، تمام؟ بعد ما يستلم الباكت هيلاقي ان هي اربع اتنينات، يبدا يبص ان اربع اتنينات دي في عمليه النيبر بتاعت البي جي بي هي 10.0.0.2 صح؟ يبدا يفورورد الترافيك ل 10.0.0.2 ويعمل معاه النيبر، تمام؟ يبقى بالتالي اصبح دلوقتي في تو ديسيجن، ان القصه ان الترافيك بتاعي نزل هنا ادي هوب اهيت صح؟ وفي هوب انترنال هنا اللي هي فورورد ان اربع اتنينات
ل 10 ل 02 بتاثير الراوتنج تيبل. مش دول تو هوب كده يعتبروا تو هوب صح؟ طب ايه السيناريو اللي حصل عندي دلوقتي؟ ان انا التايم تو ليف بتاعتي واحد، ان هي والتايم تو ليف بتاعتي النمبر اوف هوبس. فالترافيك لما وصل هنا وصل لاربع اتنينات صح؟ التايم تو ليف اصبح زيرو في الهيدر بتاعي. يجي الراوتر ده يجي يبص على الاربع اتنينات ويجي فورورد الاربع اتنينات ده ل 10 002 يلاقي ايه؟ يلاقي ان التايم تو ليف زيرو. معنى ذلك ان الباكت لازم يتعمل لها دروب، يبقى النيبر بتاعتي مش هتقوم. تمام؟ طب حل المشكله دي ان انا اقوم قايل له كوماند اسمه نيبر، اهو كده اقول له نيبر برضو اربع اتنينات اي بي جي بي مالتي هوب، اعمل المالتي هوب بتاعتي اتنين، بدل ما تبعت دي بواحد هو كان بيبعتها ابعتها بايه؟ باتنين. تمام؟ يبقى بدل ما عشان ما يعملش راوتر اتنين يعمل دروب للترافيك بتاعه، انا هعمل بي جي بي مالتي هوب بتاعتي بحيث ان التايم تو ليف هنا هيبقى اتنين، لما يوصل هنا يبقى واحد. الراوتر ده لما يجي ياخد الديسيجن بتاعه يلاقي ايه؟ ان التايم تو ليف اصبح واحد، يقوم فورورد ترافيك تبع الراوتنج ديول ده والنيبر بتاعتي تصبح اب. تمام؟ تعالى بقى نطبق الكلام ده كله ونشوف النيبر بتاعتنا هتقوم ازاي في الباكت، سوري في الجي ان اس بتاعنا. احنا نقف دلوقتي على راوتر واحد، نقول له انيبل كونفيجر ترمينال، هقول له راوتر بي جي بي واحد. تمام؟ واقول له ايه؟ نيبر، هقول له الراوتر اي بتاع الراجل قدامي اللي هو 2.2.2 صح؟ معايا كده؟ ريموت اي اس، ريموت اي اس كام؟ ريموت اي اس 2 صح؟ يبقى انا كده عملت نيبر مع الراجل اللي قدامي اللي هو باللوب باك انترفيس اللي عنده. هقول له هنا ايه؟ اعمل نيبر برضو بقصه النيبر بتاعتي اللي هو 2 برضو 2. ابديت سورس، الابديت سورس كام؟ لوب باك 1 صح؟ بس احنا ما عندناش لوب باك واحد، فنوع عاملين ايه بقى؟ نوع عاملين اكزت كده وقايل له انترفيس لوب باك واحد، واقول له اي بي ادرس 1.1.1.1 تمام كده؟ واقول له نو شوت داون، ارجع اكزت، ونقول له راوتر بي جي بي مره اخرى 1، ونقول له كوماند نيبر تاني تمام كده؟ ابديت سورس لوب باك واحد. تمام؟ طب ايه تاني؟ برضه نفس القصه تاني، نقول له البي جي بي مالتي هوب صح؟ نقول له اي بي جي بي مالتي هوب كام؟ 2 صح كده؟ يبقى انا خلصت الكونفجريشن بتاعت ار 2. تعال سوري ار 1، تعال نعمل في ار 2 بقى كده، هنعمل ايه؟ هقول له انيبل كونفجر ترمينال راوتر بي جي بي. قبل ما نعمل راوتر بي جي بي نقول له بقى ايه؟ انترفيس لوب باك عشان نقصر على نفسنا، لوب باك واحد اي بي ادرس 2.2.2 255255 0 نو شوت داون اكزت، بعد كده اقول له راوتر بي جي بي 1 سوري لا كده اكزت كده غلط، نقول له اكزت نو راوتر بي جي بي 1، بعد كده اقول له راوتر بي جي بي 2 لان ده اوتونوم سيستم 2 لازم احط له لوكال اوتونوم سيستم، اقول له ايه؟ نيبر، نيبر مين بقى؟ اربع وحايد صح؟ نيبر ايه؟ أربعة وحايد، ريموت اي اس كام؟ واحد صح؟ معايا كده؟ ده أول كومنت. طب نيبر أربعة وحايد برضه، أبديت سورس لوب باك كام؟ واحد، اتفقنا خلاص فهمنا القصة دي، ونقول له نيبر أربعة وحايد برضه اي بي جي بي مالتي هوب 2 صح؟ ما زالت النيبر ما بين راوتر واحد وراوتر اتنين مش هتقوم، ما بين اوتونومس سيستم واحد واوتونومس سيستم اتنين. ليه؟ ارجع للسلايد تاني كده. هل انا دلوقتي نعمل كده نفس القصه بتاعتنا، نشاور عليها تاني عشان الناس تبقى مصحصحه معانا، هذا الراوتر والراوتر. هل انا دلوقتي لما قلت له نيبر اربع اتنينات دلوقتي، هل هو قادر يوصل لاربع اتنينات عشان يعمل معايا تي سي بي سيشن؟ ما هوش قادر، ولا راوتر اتنين قادر يوصل لاربع وحايد صح؟ ليه؟ لانهم مش موجودين عنده اصلا في الراوتنج تيبل. فتعالى كده بص كده عندي في راوتر واحد اند كده، قول له شو اي بي راوت، هل يعرف اربع سوري يعرف اربع اتنينات؟ ما يعرفش اربع اتنينات اللي هيعمل مع النيبر، فبالتالي لازم يكون عنده راوت لمين؟ لاربع اتنينات، يا اما يكون معمول بي اج ار بي يا اما معمول بوس بي اف، لكن اهم حاجه يكون موجود عنده في الراوتنج تيبل وقادر يوصل له. فاحنا نعملها بستاتيك راوت كونفيجر ترمينال. تمام؟ اقول له اي بي راوت، هات الجي ان اس بتاعنا كده اي بي راوت عشان تروح للاربع اتنينات. تمام؟ اللي هو ده يروح من انترفيس كام؟ فاست كام؟ 0 على 0 صح؟
يبقى كده عملنا الراوت بتاع مين؟ بتاع راوتر واحد. نعمل نفس القصه على راوتر اثنين، هقول له اي بي راوت اربع وحايد اللي هو الشبكه واحد ده اللي بيستضيف ماسك ده، تروح على فاست كام؟ تخرج من فاست زيرو على زيرو. تمام كده لو استنيت شويه هلاقي النيبر بتاعتي هتبقى تصبح اب ما بين ار واحد وراوتر اثنين. شفت ايه اللي حصل؟ طلع لي رساله قال لي ايه؟ قال لي انا بقى عملت بي جي بي نيبر ادجيسنسي مع راوتر واحد اهو، قال لي النيبر بتاعتي اصبحت اب، ومع راوتر واحد اهوت قال لي ان انا عملت نيبر مع اثنين. يبقى راوتر واحد عمل نيبر مع ده، وراوتر اثنين عمل نيبر مع راوتر واحد. يبقى دلوقتي قدرنا نعمل ايه؟ النيبر بتاعتنا اللي هي الاكسترنال نيبر بتوين ديفرنت اوتونوماس سيستم. مظبوط كده؟ هل في مشكله؟ يبقى عرفنا الكونفجريشن بتاعتنا ماشيه ازاي. طيب تعالى بقى نبص قصه النيبر ستيت بتاعتي بتمر بانهي مرحله. يعني تعالى نشوف النيبر بتاعتي قامت ازاي. ده راوتر اهو وده الراوتر قدامي. كوماند النيبرز بتاعتنا اصبحت عادي جدا وما فيهاش اي حاجه وكل الكونفجريشن بتاعتنا صح. تعالى نشوف المراحل اللي مر بيها الراوتر دوت عشان يبني النيبر بتاعته. قال لك اول حاجه بيبقى في حاله الايدل، ان الراوتر ده في حاله ايه؟ النيبر بي جي بي بتاعته في حاله الايدل، يعني ادمنستريفلي داون، ان احنا ما فيش اي حاجه شغاله. تمام؟ ما فيش اي تي سي بي سيشن، اي حاجه قامت للبي جي بي. تمام؟ طب بعد كده حاله الكونكت. تمام؟ لو تلاحظ في الاول حاجه قال لك ذا بي جي بي بروسيس ايذر ادمنستريفلي داون اور ويتنج ذا نيكست تراي اتمبت. ان انا يا اما البي جي بي اصلا بتاعي مطفي، ان انا النيبر بتاعتي عملها شت داون وهناخدها كمان شويه، ان انا اصلا اقدر اتحكم في عمليه النيبر زي ما كنا اتكلمنا. لا سوري، دي هتبقى في اي بي فيرجن 6، ان انا بقدر اعمل شت داون للنيبر او ما اعملش شت داون للنيبر. هقدر اعمل ايه؟ شت داون برضه للنيبر هنا في البي جي بي او نو شت داون. تمام؟ فهو في اي دي لا اما الادمنستريفلي داون يا اما ويتنج فور نيكست تراي. تاني حاله يبدا يعمل كونكت اللي هي بتاعت التي سي بي سيشن، بيحاول يعمل ايه؟ اسوشيت للتي سي بي سيشن ويتنج ان اللي قدامه يتم عمليه السيشن بتاعت التي سي بي. تمام؟ هي جاست عمليه تي سي بي اللي هو بيعمل فيها ايه؟ اللي هي الثري واي هاند تشيك بتاعت الكونكشن بتاعتي. تمام؟ فرضا عدينا من عمليه الكونكت نوصل لحاجه اسمها الاكتف. ايه هي الاكتف بقى؟ ان التي سي بي سيشن بتاعتي قامت وان الثري واي هاند تشيك بتاعتي بتوين تو راوترز قامت. عارفين طبعا الثري واي هاند تشيك بتاعت اللي هي الويندو سيكونسنج، ويبدا يشوف يبعت ويندو 1 ويندو 2 ويندو 3 والاكنولوجي داتا. المهم التي سي بي سيشن بتاعتنا قامت، يبقى كده عمل فينش لمرحله ايه؟ الكونكت. تمام؟ ووصل دخل مرحله اكتف، ان مرحله الاكتف عمل ايه؟ انهى عمليه تي سي بي سيشن واصبحنا التي سي بي سيشن بتاعتنا قامت. يبدا يبعت بعد كده رساله اسمها اوبن سند، او يبقى في حاله اوبن سند. تمام؟ بيبعت من رساله اسمها ايه؟ اوبن مسج. الاوبن مسج ديت بيحط فيها شويه حاجات، شويه معلومات كده بيحطها في الاوبن سنت. هناخد برضو الكاركترز اللي بتحط في الاوبن سنت ديت، حاجات لازم يتوافق عليها وتبقى ماتش بالنسبه للراوتر اللي قدامه. يبقى هو لو وصل حاله البي جي بي سيشن بتاعتي وصلت لحاله اوبن سنت، معنى ذلك ان الراوتر ده بعت رساله اسمها اوبن مسج. تمام؟ فيها شويه معلومات لكن منتظر الراوتر اللي قدامه يكونفيرم المسج دي. تمام؟ ويشيك الكاركترز اللي موجوده في المسج دي، اف ماتشت الراوتر اللي قدامه ده يبعت له رساله اسمها اوبن كونفيرم. ان انا لما استلم رساله اللي هي الرساله اللي انا استلمتها الاوبن مسج بتاعتي ترد عليها، الراجل اللي هيبعت لي رساله اوبن مسج هو كمان يبقى اللي هو بيوافق فيها على الكاركترز اللي انا بعتها، مع ذلك ان الكاركترز اللي انا بعتها ماتش. اول ما اوصل لمرحله الاوبن كونفيرم يعني انا استلمت المسج بتاعتي واصبحت كل البارامترز اللي موجوده ماتشد، وان البي جي بي بتاعي يبدا يبعت الكي لايف مسج بتاعته. تمام؟ اللي هو يكونفيرم ان النيبر بتاعته اصبحت ايه؟ شغاله. بعد ما نستبلش الكلام ده كله يوصل لمرحله اسمها ايه؟ استبلشت، يعني كل حاجه اصبحت تمام وما يقدرش يفورورد الترافيك مسج ولا ابديت مسج ولا اكستشينج راوت الا في حاله الاستابليشت. لو ما وصلناش حاله الاستابليشت مع ذلك ان النيبر بتاعتنا لسه ما اصبحتش اب، يبقى الفينش او اللاست ستيت اللي لازم يوصلها هي حاله الاستابليشت. تمام؟ اللي هو يقدر يعمل فيها ايه؟ كل حاجه ماتشد والنيبرز فورمد اند بيرز اند اكستشينج ابديت مسج زي ما احنا شايفين تحت. تمام؟ ازاي بقى اعمل فيريفاينج للبي جي بي بتاعي؟ أو يعني انا عندي نتاكد الاول بس عايزين نشوف نشيك اللي هي البي جي بي ستيتس بتاعتي. فتعالى كده نشوف المراحل اللي بيمر بيها. تمام؟ انا عندي كوماند اسمه نيبر شت داون او ايه؟
نيبر نو شت داون. فتعالى نعمل ايه؟ ديباج اي بي بي جي بي في راوتر واحد، يعني كده هقول له اند، هقول له ديباج اي بي بي جي بي، تمام؟ انا هقول له تتبع لي ايه؟ كل حاجه شغال الديباج خاص بالبي جي بي. وهروح في راوتر 2 اقول له ايه؟ اطفي النيبر، تمام؟ راوتر بي جي بي 2، تمام؟ مش انا كنت عامل نيبر مع مين؟ مع راوتر واحد، صح؟ هقول له نيبر 4 وحايد شت داون، تمام؟ اعمل شت داون للنيبر مع مين؟ بتاع 4 وحايد. يبقى انا في راوتر 2 ده هعمل شت داون للنيبر مع راوتر واحد. تعال نشوف الرسائل اللي هتظهر كده. عمل ايه؟ عمل كلوز ستيت بتاعته، وقام قافل ايه؟ قام قافل كلوز ستيت، وقام قافل التي سي بي سيشن. اصبحت ايه؟ بص كده وينت تو ايدل، يعني راحت اتحركت اهي. بص كده التي سي بي سيشن بتاعتي مع راوتر 2 اتحركت من استابليشد اصبحت ايه؟ ايدل، وعملنا كلوز للسيشن بتاعتي، تمام؟ في مشكله؟ يبقى نو عاملين ايه بقى؟ تعال نروح نعمل نو شت داون نفس القصه بالظبط، نعمل كده نو نيبر شت داون عشان الغي. وتعال بقى نشوف الستيتس اللي هيمر بيها في راوتر واحد. تمام كده يو اول. تعال نتفرج على المسج بقى اللي عدى بيها راوتر واحد عشان يقوم. بص كده اول حاجه راح حاله الاكتف، تمام؟ مع راوتر واحد قال لك انا رحت اكتف، وبدا يتحرك من اكتف تو ايه؟ اوبن سند، تمام؟ بدا يبعت المسج ويستنى يبعت يبعت يبعت، والبارامترز بتاعته جواها اهيت، يبدا ينزل تحت ايه؟ في الاوبن كونفيرم، يوصل للاوبن كونفيرم بتاعته، وصل لحاله ايه؟ الاوبن كونفيرم، اتحرك بعد كده الاوبن كونفيرم تو استابليش، تمام؟ وبعد استابليش قصد لك ايه؟ النيبر بتاعتي اصبحت اب معايا مع الراوتر اللي قدامي، تمام؟ طب انا عايز افيريفاي بقى النيبر بتاعتي واشوف الكوماندات بتاعتي. اول حاجه نشكها ايه؟ التي سي بي سيشن، تمام؟ فعندي كوماند اسمه شو تي سي بي بريف، تمام؟ شو تي سي بي بريف هيجيب لي التي سي بي سيشن اللي انا ايه؟ كل التي سي بي سيشن اللي انا عاملها. يلا قال لي ايه؟ قال لي انا عامل تي سي بي سيشن اللوكال بتاعي 4 وحايد، تمام؟ ان انا السور لوكال السورس بورت بتاعي، مش انا قلت لك ان في سورس بورت، وهيطلع ده الديستنيشن بورت بتاعتي، وده الديستنيشن سوري الديستنيشن اي بي، وده الديستنيشن بورت اللي انا عامل معاه السيشن بتاعتي، والسيشن حالتها ايه؟ استابليشد، تمام كده؟ يبقى ده اول حاجه انا اتاكدت من ايه؟ ان التي سي بي سيشن بتاعتي اصبحت شغاله. عندي كومنت اسمه شو اي بي بي جي بي سامري، تمام؟ وريني ملخص لايه؟ للبي جي بتاعك. قال لي هوت ان البي جي بي راوتر ايدنتيفاير خد الراوتر اي دي بتاعه 30001، تمام؟ لانه راح بص على هايست ايه اي بي عنده، خد ده الراوتر اي دي بتاعه، وبعد كده قال لي البي جي بي تيبل فيرجن ومش عارف ايه كده، وبعد كده قال لي ان انا عامل نيبر مع مين؟ مع راوتر اي دي بتاعه كذا 42 فيرجن 4 الاوتونومس سيستم بتاعه كذا، كم مسجز ريسيفد، كم مسجز سنت، التيبل فيرجن، مفيش انكويري عندي، تمام؟ لا انكويري ان ولا اوت، يعني مفيش عندي كونجيشن. النيبر بتاعتي اخر مره كان اتداوم من قد ايه؟ ما اتعلمتش منه ولا بريفكس، تمام؟ ما اتعلمتش منه ايه؟ الراجل اللي هناك ما اعلنليش ولا فيرجن بتاعي، تمام؟ عندي كوماند اسمه شو اي بي بي جي بي نيبرز، اداني ايه؟ بص كده هيديني ديتيلز عن النيبرز بتاعتي. هو قال لي انا عامل بي جي بي نيبر مع 4 2 والريموت اي اس 2، تمام؟ اكسترنال لينك، عرفت من الكلمه دي ان انا عامل نيبر مع 4 2 منه هو ايه؟ دي كده اي بي جي بي اكسترنال بي جي بي، اني الفيرجن بتاعي 4 والريموت راوتر اي دي اهو، تمام؟ البي جي بي ستيت يهمني دي مهمه جدا، بي جي بي استابلش اب 4 شغالين بقالنا دقيقتين وكام ثانيه؟ دقيقتين و28 ثانيه. اللاست ريد كان كذا، الهولد داون تايمر، كيب الايف مسج كل 60 ثانيه. عندي اوبشن اسمه بيقول لك اهوت الاوبشنز بقى شغاله، ان الراوت ريفريش شغاله، تمام؟ وهناخد الراوت ريفريش ان شاء الله جايه قدام شويه. ما عنديش انكويريز، المسج بتاعت البي جي بي بعت كام وسند كام، تمام كده؟ وبعد كده قال لك الفيرجن بتاعته واليونيك كاست، الكلام ده كل دي معلومات عنه. كونكشن استابليش دروب واحد اللي احنا كنا عملنا له شت داون بتاعته، لاست ريسيت معايا كده. طبعا بيقول لك الفورن هوست اهوت، بيقول لك انا عامل ايه؟ اللوكال هوست انا 4 وحايد، وده البورت بتاعي، انا عامل التي سي بي سيشن مع اللي قدامي
اهوت والفورين بورت انا لازم اروح طبعا عنده هناك بايه؟ ببورت 179. كل الكلام ده عرفناه خلاص كده. وبعد كده قال لي ايه؟ فينشت لعمليه البي جي بي نيبرز بتاعي. تمام؟ يبقى انا قدرت اعمل فيريفيكيشن للكلام بتاعي. تعال نشوف الفيريفيكيشن بتاعي. اتكلمنا في شو اي بي بي جي بي سامري، شو اي بي بي جي بي نيبرز، الشو تي سي بي بريف بتاعتي، عرفنا ازاي نعمل ادمن كنترول للبي جي بي بتاعتي، شوت داون ونو شوت داون، عملت ديباج للاي بي بي جي بي عشان اشيك الستيتس بتاعتي. اخر حاجه هنتكلم فيها المسج بتاع البي جي بي بتاعي. البي جي بي بتاعي بيبعت اربع مسج بتاعتي. تعال نشوف المسج اللي بيبعتها. اول مسج هي عمليه الاوبن مسج اللي احنا فاكرين، كنت بتاعك بيبعت اوبن مسج رساله كده. الاوبن مسج دي في عامله زي الهيلو كده، بيحط فيها الكاركترز، بيحط فيها الراوتر اي دي والاوتونومس سيستم بتاعه والام دي 5 الاوثنتيكيشن. لو احنا كنا عاملين اوثنتيكيشن اساسا يعني هنشوف دلوقتي هخليك تعمل اوثنتيكيشن ازاي نعمل اوثنتيكيشن ما بين بتوين نيبرز. بعد كده عندي الكيب الايف مسج. كيب الايف مسج ليه؟ مينتيننج نيبر. ازاي امنتين نيبر؟ يعني انا عملت نيبر مع راوتر قدامي، بعد كده بسيب كيب الايف مسج كل 60 ثانيه. الكيب الايف مسج دي بتحتوي على الهولد داون تايمر ونشوف النيبر بتاعتي شغاله ولا لا. دي المسج بتاعت الكيب الايف مسج وهي برده اشبه من الهيلو مسج. طيب بعد كده عندي الابديت مسج. هي بس دي رساله مهمه جدا، ان الابديت مسج بيبعت فيها البريفكس والبريفكس لينس وحاجات اسمها الباث اتريبيوتس اللي هي فيها اللوكال بريفرنس والبريوريتيز والاوتونومس سيستم باث والميد. الباث اتريبيوتس ده اللي هو الثمان حاجات بتاعت الابديت بتاعتي. بيحط بتسمى برضو حاجه اسمها ان ال ار اي اللي هي نتورك لاير ريتشابيلتي انفورميشن، بيحط فيها المعلومات ديت. بعد كده عندي رساله اسمها اللي هي النوتيفيكيشن مسج، بيرست بيها النيبر بتاعته اللي هي النوتيفيكيشن مسج زي اللي احنا شفناها اللي هي شفت لما انا عملت شت داون. قال لي ايه؟ انا عملت نيبر داون مع اللي قدامي واتحركت من ايه؟ من الاستابلش علامه الايدل دي اسمها نوتيفيكيشن مسج. معنى ذلك ان انا عملت شت داون للنيبر، ويقول لي ادمنستريفلي داون ان انا عملت داون للنيبر بتاعتي. تمام؟ ده كانت مقدمه بسيطه كده عن الاكسترنال بي جي بي. طبعا ده الشابتر مقسوم اتنين، فانا هقسمه على فيديوهين ان شاء الله. اخر حاجه بس هقولها دلوقتي اللي هي هاو تو فورم نيبرز وذ اوثنتيكيشن. تعالى نعملها. عايز اعمل نيبر بتوين راوتر واحد راوتر اتنين بس وذ اوثنتيكيشن. نفس القصه سهله جدا، اقول له كونفيجر تيرمينال، اقول له راوتر بي جي بي واحد. تمام؟ انا كنت عامل نيبر مع مين؟ مع اربع اتنين صح؟ تمام كده؟ واقول له ايه؟ باسورد. الباسورد بتاعتي 1 2 3 مثلا. تمام كده انا عملت باسورد مع مين؟ مع الراوتر اللي قدامي. اصبحت النيبر بتاعتي مع الراوتر اللي قدامي فيها باسورد. لو انا استنيت شويه هيقوم يطلع لي ان انا عندي ميث ماتش، عندي اوثنتيكيشن غلط. يعني اقول له انت كده واقول له ديباج اي بي بي جي بي. تمام؟ وتعالى نعمل هنا اقول له ايه؟ النيبر شت داون تاني، نقفل النيبر ونيجي نقومها تاني واحنا في حاله الباسورد. هقول له نو ونشوف هيقومها ازاي مع راوتر واحد. شفت الرساله اصلا كانت طلعت لي نو ام دي 5 دايجست دي. تمام؟ لكن هنشوف بس النيبر بتاعته وهي بتقوم. بص كده قال لي ايه؟ مش قادر يقوم التي سي بي سيشن عشان ايه؟ باد اوثنتيكيشن. باد ايه؟ باد اوثنتيكيشن ان انا عامل اوثنتيكيشن هو مش عامل اوثنتيكيشن. طب الحل ان انا اعمل هنا؟ اروح اقول له نيبر، نيبر كام؟ اربع وحايد. باسورد كان كام؟ 1 2 3 صح؟ تعال نشوف الرسائل بتاعتنا هيعمل ايه. هيبدا يتحرك من ايدل تو اكتف تو اوبن سنت، وياخد الاوبن كونفيرم يشيك الام دي 5. اول ما يشيك الام دي 5 يقول لي ان انا استابلش والنيبر بتاعتي تبقى اب. تمام؟ ده بعد ما عمل شوت داون هيقول له شوت داون تاني. تأكد بس من يور شوت داون بدأ يتحرك اهوت من ديلي ايد تو اكتف، هيبعت اوبن سنت ويبدأ يتحرك بالمسج بتاعته.
معايا كده، عمل ايه؟ وصل اوبن كونف اوبن سنت اهو، اتحرك اوبن سنت اوبن كونفيرم، وصل استابليشت وقعد عمل شكل الاوثنتيكيشن، واصبحت الاوثنتيكيشن بتاعت ايه شغاله وكل حاجه تمام. هل في مشكله؟ اتمنى ان يكون الفيديو افادكم كويس، وقدرنا نتعلم منه البيزك كونفيجريشن بتاعت الاكسترنال بي جي بي، ونكون استفدنا كويس، ونكمل بقيه الشابتر ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.